وسوق العمال المصري. انا زرت السودان وليبيا والعراق وتونس، كل الدول زرتها، وكانت بزعل جدا على جوابنا كمصريين. في حاجه فرنسيه في شرق اسيا وزي ما انت فاهم، هناك ناس كتير اكلها مني او حاجتين، يبقى لابد التكنولوجيا وتعمل الراجل الاوبريتورز او التكنيشن العالي يكون كواليفايد ومؤهل، عنده مقابل جرانجوش بيزك معدي اعداد جيد، ده بيبقى بيجيب استثمار. مش شرط ان انا اسال كل التقارير ده اللي عمله، هو مش عمال يحط فلوس، لازم تبقى له وين سيتويشن، تكسب وتكسب انتجريشن، تفاهم بينه وبينه، هو محتاج وانا محتاجه. فلابد ان احنا عشان كده في الدول والسوق اللي هي ذات في مستقبل ونامي وواعي، لابد من دور البدوي. مش هنستنى ما بعد كل شركات عماله دول الطوارئ معانا كلنا مصريين فيها. انت شفت الدول اللي هي بتاعت الفرنسيه والرومانيه غالي في دول الخليج، تنافس صعب جدا. فلابد ان احنا نواجه مسؤولياتنا التوازن. على سبيل الذكر يعني، امبارح انا كنت في مقابله مهمه جدا منظمه اسمها الافبي، الافبي كان بتروي انستيتيوت، ده كان بتروي الافريقي، ده متواجد في القاهره تمام. فمعرفت الفكره قلت لهم امبارح لابد ان يعتمد الكوادر والهيئه العامله في التكنيك المصري، عشان هو الراجل اللي في الافريكان بيرسون يحس ان انا بجيب اي فاليو، مش رايح استغل ولا رايح اخذ قرارات، لازم تبادل منفعه ولازم مهم. اما احس ان انا بالغ باي فاليو لابد يبقى في انتجيشن وقناعه. فاحنا عملنا حاجه متخصصه احب اشير بيها، حاجه اسمها المدارس البتروليه المتخصصه الى اعداد الكوادر البتروليه، وده عاملين 18 برانش، 18 مدرسه، كل دي احنا بنوضع خبرتنا الطويله في المجال، عارفين احنا السوق عايز ايه. دلوقتي انت معاك متخرج والمجال متخرج، لما تيجي تشوف انت الخريج بتلاقيه بعيد خالص عن الريكوايرمنت اللي احتاجها في السوق. طب مين يسد الثغره دي؟ حاجات زي حالتنا احنا بقى، نقول لا في مجال دي محتاج ايه وده محتاج ايه على كافه التخصصات بقى. كل التخصصات الهندسيه والمعماريه كله يقول ده محتاج كذا السوق، فهنعده ونستقله يبقى كواليفايد، ده بالتالي يبقى بيخش يتقدم بيه. شكرا. شكرا يا باشمهندس. اتفضل. سؤالي لسماحه الاجابه، يعني احنا في التمرينات تقريبا بنتكلم عن التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان، دولتين بس من دول العالم. المؤسسه والمؤتمر بيتكلم عن التكامل الاقتصادي لكافه دول فوق النيل. هل هو يعني كل بعيد المدار ومبالغ فيه من المؤسسه المنظمه للمؤتمر، ولا بحكم خبرات سماحتك ممكن يتحقق الكلام؟ التكامل بين بلدينا الجارين الشقيقين في رأيي ممكن بل ضروري. في الماضي كان الذي في رأيي تضرر بالتكامل، مشروع التكامل، أن النظام القائم في السودان برئاسة السيد المرحوم جعفر النميري وظف التكامل لدعم الدكتاتورية، ما خلق ردة فعل شعبية كبيرة. أنا في رأيي المشكلة التي يمكن أن تحول دون التكامل هو عندما لا تكون النظم السياسية على وتيرة واحدة من توفير حقوق الشعوب. عندئذ ستعمل الحكومات للأسف لتوظيف هذه المسائل الاستراتيجية لمصالح أمنية، ولكن الآن يبدو لي أن هناك مناخ أفضل في ما يتعلق بقبول الديمقراطية كموجه في كل هذه البلدان، بل حتى التي لم تكتمل فيها الديمقراطية بعد عندها خريطة طريق
لتكملة الديمقراطية. أنا في رأيي أي خلافات في هيكل القيادات للأسف سينعكس سلبا على المشروعات الكبرى، ولكن إذا توافرت درجة معينة من الاعتراف بحقوق الشعوب والحريات واستقلال القضاء والفصل بين السلطات، هذه المعاني ستغذي جدا فكرة التكامل، لأنه كما هو معلوم النظم الدكتاتورية تظن بإعطاء صلاحيات حتى لوزرائها، النظم الدكتاتورية، ولكن النظم الديمقراطية تستطيع أن تتنازل عن بعض الصلاحيات لمصلحة التكتل والتوحد والتكامل. ده اللي حصل في الاتحاد الأوروبي، أمكن الاتحاد بالصورة الموجودة حاليا لأنه الآن درجة معينة الاتحاد الأوروبي. أنا هناك أفضل في دول الحوض من النظم الحاكمة، وكل ما كان الوضع في هذه النظم الحاكمة أقرب إلى تمكين الشعوب في رأيي، كل ما أدى هذا إلى إمكانية مزيد من التكامل. وكما هو معلوم أيضا فيما يتعلق بالمشروع الذي نقوم به هنا عبر هذا المؤتمر، كلما تشعر شعوبنا أن لديها القدرة والطاقة والإمكانية لعطاء حر في رأيي، كلما تستجيب أكثر وأكثر. فأرجو في المناخ الموجود حاليا أن تتحقق هذه الأماني، باعتبار أن ما يوجد الآن في دول الحوض يسمح بدرجة أعلى من التكامل. هو إذا كان بعد ذلك عايز أعلق على كلام سماحة الإمام، هو إحنا كمان الوقت التكامل ما بين مصر والسودان كان لا كان في إنترنت ولا كان في قنوات فضائية، كان وبالتالي ما كانش في محاسبة ولا مراقبة ولا لكن النهاردة مع وجود الميديا سواء الانترنت او سواء القنوات الفضائية او كلام ده، بقت في نوع من المراقبة والمتابعة ثم المحاسبة، وبالتالي هيبقى في علامات استفهام بالنسبة لأي حد. طب احنا النهاردة بنعمل زي المؤتمر النهاردة، احنا السنة اللي فاتت نادينا بحاجة بسيطة جدا طلبناها وقلنا ان مصر يجب ان تأخذ المبادرة في هذا الموضوع، وهو فتح الحدود. ما فيش حاجة اسمها فيزا لجميع